مين المسؤوليه في الخلافات اللي احنا بنشوفها. تمام، انفعالات من جانب حزب النور وقياداته وحتى الدكتور خالد نفسه، وفي نفس الوقت شعرنا ان في تخبط في مؤسسه الرئاسه. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. الحقيقه لا نستثني احدا من تحمل مسؤوليه المشهد السياسي المعقد الان في مصر. نعم، لكن بالتاكيد الاطراف لا تتساوى في حمل وزر تازم المشهد. نعم. اذا كان التقصير في البدايه ينسب الى حزب الاغلبيه، حزب السيد رئيس الجمهوريه، لكن اداء المعارضه في الحقيقه هو الذي يحتمل النصيب الاكبر. نعم. في تحمل مسؤوليه تعقد المشهد السياسي في مصر. نعم. احزاب المعارضه لم تعطي للرئيس اي فرصه، او حتى للمؤسسات المنتخبه سواء كان الشعب او الشورى الان، لم تعطيهم اي فرصه لمحاولة تحريك أي عجلة من عجلات الإنتاج، عجلة الحياة السياسية، عجلة الحياة حتى البرلمانية، لسن قوانين تساهم في تحقيق مطالب الثورة. ومع هذا عين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساوية. كل أداء للرئيس حتى وإن كان في صالح تحقيق مطالب ثورة 25 يناير كانت له المعارضة بالمرصاد لمجرد أنه صادر عن مؤسسة الرئاسة أو صادر عن المنتسبين إلى التيار الإسلامي في الحكم. فالمشهد المتأزم يتحمله الجميع، لكن بالتأكيد المعارضة غير الرشيدة على رأسها جبهة الإنقاذ تتحمل النصيب الأكبر في تأزم المشهد السياسي، خصوصا مع المطالبة بتدخل العسكر، المطالبة بتدخل المجتمع الدولي، المطالبة بوقف تفعيل الدستور الذي استفتي عليه الشعب، المطالبه ب يعني مطالب حقيقه يعني لا ينبغي ابدا ان تصدر عن معارضه وطنيه حكيمه تبحث عن مصلحه الوطن قبل ان تبحث عن مصالح الشخص.